عشرة معلومات غريبة عن العين البشرية. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بأحسن صورة، وإذا ما أردنا التحدث عن أهم أعضاء جسم الإنسان لابد من أن نذكر العين. فالعين من أهم أعضاء جسم الإنسان، وهي وسيلتنا الأولى للتواصل مع العالم الخارجي. فإذا راودتك الرغبة في التعرف على عين الإنسان عن قرب، تابع مشاهدة هذا الفيديو. أولا، عضلات العين هي أكثر العضلات عملا في جسم الإنسان، فهي تتحرك ما يقارب 1,000,000 مرة في اليوم الواحد. ثانيا، ترمش العين البشرية حوالي 12 مرة بالدقيقة، أي أننا نقضي حوالي 10% من وقتنا مغمضي العينين، كما وأن المرأة ترمش ضعف معدل الرجل. ثالثا، عيون الإنسان الأول كانت بنية اللون، أما العيون الزرقاء هي طفرة جينية حديثة، ويرجح العلماء أن أصل اللون الأزرق يعود لرجل كان يعيش بالقرب من البحر الأسود منذ 10,000 عام. أما لون العيون الخضراء فهي نادرة، حيث يشكلون 2% فقط من لون العيون الأخرى. رابعا، هل تعلم أن العين ترى الأشياء بالمقلوب؟ نعم، العين ترى كل شيء بالمقلوب، إلا أن الدماغ يقوم بمعالجتها بسرعة فائقة فيعكس الصورة لوضعها الصحيح. خامسا، يوجد في العين البشرية نوعين من الخلايا، إحداهما تمكننا من رؤية الألوان وهي الخلايا المخروطية، والنوع الثاني تمكننا من رؤية الأشياء وهي الخلايا التي تأخذ شكل قضيب. سادسا، العين لا ترى الصورة بشكل واضح، حيث تراها مشوشة ومجزأة، إلا أن كل نصف من الدماغ يتلقى نصف صورة فيقوم بتجميعها في نهاية الأمر لتكوين صورة كاملة وواضحة. سابعا، العين البشرية لا تستطيع رؤية اللون الأحمر على الرغم من وجود مستقبلات للألوان، فمستقبلات اللون الأحمر تكشف فقط عن اللونين الأصفر والأخضر، ومستقبلات الأخضر تقوم بالكشف فقط عن اللونين الأخضر والأزرق، إلا أن الدماغ يحول هذه الإشارات للون الأحمر، وبفضل هذا يمكننا تمييز اللون الأحمر. ثامنا، اكتشف العلماء أن قرنية عين الإنسان تشبه قرنية أسماك القرش، لذا أصبح بالإمكان استخدام قرنية عين القرش كعين بديلة في جراحات العين. أيضا، تتوقف العين البشرية عن النمو بعد الولادة، فحجم عينك عند الولادة هي نفس حجم عينك عندما تكبر. تاسعا، الأطفال حديثي الولادة تقتصر الرؤية عندهم على الألوان الأبيض والأسود وبعض الظلال الرمادية، كما لا يستطيع الطفل حديث الولادة التركيز في الأشياء القريبة. لا يزرف الأطفال حديثي الولادة الدموع عند البكاء، حتى لا تبدأ الدموع في التدفق إلا بعد مرور من 3 إلى 4 أسابيع من الولادة، وتختلف تركيبة الدموع باختلاف أسباب ذرفها، فدموع التهيج تختلف عن دموع البكاء ودموع التثاؤب. عاشرا، تستطيع العين البشرية بكل سهولة أن تميز 10,000,000 لون مختلف، وتتفوق النساء على الرجال في تمييز الألوان، حيث تمتلك بعض النساء طفرات وراثية تجعلهم يرون ملايين من الألوان الإضافية. قام العلماء بقياس دقة العين البشرية وتوصلوا إلى أنها أدق ب50 مرة من الكاميرا الرقمية، حيث بلغت دقتها 576 ميجا بكسل. الرؤية المحيطية تكون باللون الأبيض والأسود، إلا أن العين تملأ تلك التفاصيل المحيطة بسرعة فائقة وتجعلها ملونة.